ابو عمر السلام عليكم. صباح الزفت. علامك يا ابو عمر. احنا يوم الله عطونا بيوت وش حد عندنا في البرج اساس احنا. البرزين وانت على بس صحيت من بدري الساعه تدري الحين تخلص. يا اخي في ناقه تمشي فوق ولا نحل. هذا فوق. هذا صوت الوايت يعبي مويه يعبي كذا طق طق طق. قم 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 الفطور جاهز ولا اليوم تونا متعشين. تعشين الساعة كم واحدة؟ أحس الساعة 9 لأن ساعات 9 ساعات. أكل ما ينظم اللحم تعبنا. الحين في لحم والله العظيم قلقل والله والله العظيم. أبو ناصر صباح الخير. صباح النور. شلونك أبو ناصر؟ عسى نومتك زينة إن شاء الله. أنا بعلم ولا بحلم؟ أنت بعلم ولا بحلم؟ لا والله بعلم. أنت بزفت. كيف صحي الناس زي كذا بأدب؟ لا والله غريبة. لا عشان تبع عندنا اليوم في نمران ما أقدر أصحيك غير بأدب. خليت فندق هيلتون في نمران. يلا يلا يا أبو ناصر. أبو ناصر تكفى لا تخرب علينا. تكفى لا تصير بدوي زيادة. خلاص خلينا نمشي يا شيخ. بيجي أبوك ترى يا شيخ. لا اليوم يا شيخو. يلا يا أبو ناصر. طيب يلا يلا يا أبو ناصر الفطور جاهز والساعة 9 ونص والحين قربت على 10 والناس بيصلون الظهر. ها ما ننام احنا. انا ما قلت لك تاخر الساعة 4 بتنام الان. يلا 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 يا ابو ناصر يلا يلا. ابو فارس ابو ترف صباح الخير يا ابو ترف. صباح الخير يا ابو ترف. صباح الزفت حقت البحر. والله صح يا ابو ترف. من هنا هذا يرقدنا يجيب الباكستاني يعبون فوق رؤوسنا يعبون المويه عشان البل تشرب. صح 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 يا بحر. يا ولد ولد هذا جابوا جميل جميل ايش الحلم هذا اللي اول ما اصحى من النوم على الهد على طول نفوس ها يسدك الله يسدك. يا تله تله خليه يقوم. والله انا قم شيل الحاف شيل الحاف اول ما تشيل الحاف محسب عود على محسب ادري ايش راقب الليل على النهار راقب. شوف الثاني قوم قوم. صباح الخير يا ابو غازي. صباح النور هالعبال. كيف امورك عساك طيب؟ يا مرحبا تقهويت؟ اه اي والله انت على موجك اليوم بارد. ارقت تبح. ليش ما رقت؟ اهدي بالنوم قبل نروح للرياضه بلعل. ليش ما نمت؟ دبان عانت سنها الطيارة. زبت بندر هذه فيها بلا. والوية جتكم عبت موية وزعجتكم. والوية هاي زعجتنا والمها ماج قطع يديني. انت لازم تروح للطائف. راعي عزك وشم وخليه من اول. الله كملها ولا ما غير بيت واحد؟ لا هو الشاطر هذا يد البيت راعي. طيب انت بتروحون متى؟ هاي وفق غيده هذا اللي دخلت فيه. الله ليش دخل غيد في الموضوع؟ رحام من اول الروح وهذا بك فيه عانى الطيري راح. الطيري راح تعبان نفسيا يقول انا ما شبعت نوم. تلقى الشمس وراح. ناس فلندا في الهاي بارد. في الهاي هايد بارك الهايد بارك. ما قال هو. احنا عانى في الشموس والذبان سلنا الطيارات على زقون. العيش هناك. يا رب لك الحمد والشكر على خيرك وعلى فضلك، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. ما تبي في نواش هذا اللي باكله التراب. والله بيض الله وجهكم يا العتبان. بس والله تعبنا من اللحم. ليش تدري غير هذه شيء موجود وبعتيب الحين مغدي لحم. لا اتفقنا معاه بط. شوف الغدا الساعه 12 على رساله الرجال ذا. 12 بالضبط يعني الساعه 10 ونص 12 دقيقه حسبوني. ها ادري شوف الساعة كم؟ والله 10 ونص يقول لك تكفى لا تجيبه. كباسنا اقول لك انت كباسنا خلاص انت تكفى انا طالب لا تغدينا. شيخو 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 تكفى ارجع زي ما كنت اول وينك بتجيني حقك وينك يا ابوي. الله صباحكم بكل خير. يا مرحبا انا بسألكم سؤال يا جماعة الخير. هنا في جن؟ ليش؟ أخي متابعين يقولوا في جن كثير هنا. الجن في كل مكان. لا في البر يبان الجن. بالليل ما هو في النهار. يعني في جن؟ إيه أنا أحلامي كلها في المندسة.
والله انا من دشه والله نبيجين من انا فالقني انا برا يا ساتر يا رب. اي والله سامري من غير الدرغ احد متاكد انه في جن ولا انت جني هنا؟ والله في جن غيرك؟ غيري يا ساتر جن يا ساتر رايح بالابريق يا ولد وين رايح بالابريق؟ قايد وين رايح بالابريق؟ ما طبقت انت الطريقه؟ خالك جالس غصبا عن خشمك تبي تطبقها وحمام والله ما تطبقها يا ابو عمر انا صرت زيك ترى والله ما تطبق انت ارجع لجده ما طبيت الحمام لا والله طلع براسك الاخلاق واليوم انا ابغاك اصلا ما ابغى يقول في جني هنا جني؟ في جنون ما بجني غيرك؟ لا يا قايد وين رايح تتروش؟ تروش شايفني ايش بيبي يروشني جنبي واجد اللي بيتروشوا شو عندك فيه يا ابو خطي؟ والله صراحة صراحة ايش؟ بلاك دوبك دائما من دسة ايه وفين رحت كمان؟ جيت كنية وشوية نعوده تعود مع مين؟ انا وياك والله تركه يعني جب البويب يبويب تعرفه؟ تعرف البويب؟ لا والله ما أعرفه. عن جبل مطايا جبل طمية؟ لا لا طمية. ترانا تحبنا. خل على راحتك. يا ابو عتاب أنا طالب طلبة. شو تبي عمر بس؟ نبي نروح للمندسة. مطلوبك تم. لا فكر من المندسة. ابو عتاب.